والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن دخول الليل والنهار، هذا العنوان. وجد العلماء تدخل الليل في النهار عملية معقدة جدا، حتى أنهم لم يستطيعوا حتى الآن إدراك ما يحدث بالضبط في الجزء الفاصل بين الليل والنهار، ولذلك يستخدمون الكمبيوتر لدراسة هذه العملية العجيبة، ولكنهم وجدوا أن الليل يدخل في النهار ويدخل أيضا النهار في الليل. هذه العملية تحدث على مدار 24 ساعة بدون توقف، وهنا نتذكر قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، إن الله سميع بصير، سورة الحج آية 61. تأمل كيف جاء الفعل بصيغة الاستمرار لدلالة على أن العملية مستمرة، والسؤال من كان يعلم منذ 14 قرنا أن الليل والنهار في حالة تدخل مستمر؟ إنها آية من آيات الله سبحانه وتعالى تستحق التفكر، والله أعلم.